أكد الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن البحرين وبتكاتف جميع أبنائها استطاعت تحقيق إنجازات مشرفة وحصدت إشادات عالمية خلال أزمة كورونا الحالية. البحرين بجهود الفريق الوطني، بجهود القيادة الرشيدة، وبجهود أبناء البحرين المواطنين والمقيمين، استطعنا أن نحقق الكثير من الإنجازات، الكثير من الإنجازات على المستوى الصحي في هذا المجال، وحتى على المستويات المختلفة المرتبطة بهذه الجائحة. احنا نتكلم عن الكادر الطبي، كثير من الإنجازات، الكادر الإعلامي، الكثير من الإنجازات. لما نتكلم عن ما حققنا 1,000,000 فحص، هذا كلام إنجاز كبير على مستوى العالم. احنا نتكلم عن دولة عدد سكانها 1,500,000، سوينا 1,000,000 فحص. واحد من المؤشرات الرئيسية اللي دائما منظمة الصحة العالمية، المنظمات الصحية العالمية تأخذها بعين الاعتبار، هو عدد الفحوصات بالنسبة لعدد السكان. وهذه نسبة كبيرة جدا، يمكن احنا تخلينا من أوائل الدول على مستوى العالم. احنا طبعا لما نتكلم على 1,000,000 فحص ما نتكلم على فقط عدد. الهدف الرئيسي من زيادة عدد الفحوصات هو ان احنا نستطيع ان نشوف او نكتشف الحالة باسرع وقت ممكن، وبالتالي نقدر نعزل هذه الحالة. فعدد الفحوصات لما نتكلم عن 1,000,000 فحص نتكلم على سرعتنا في اكتشاف الحالة، وبالتالي منع المرض من الانتقال. وهذا الشيء نفس ما ذكرتين، يعني عندنا وصلنا يمكن 50,000 عدد الحالات، ولكن نسبة التعافي الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى كبير جدا، وهذا الشيء اللي احنا نسعى له. فالجهود اللي بدأت من الجميع، من القيادة، من الفرق المختلفة الطبية والصحية والأمنية، ومن الناس. أنا لما أتكلم عن الجهود عن فريق البحرين نتكلم عن كل الناس دلين، ونتكلم عن المواطن البحريني، نتكلم عن المقيم في هذه البلد الطيبة. الكل أنجز هذه الإنجازات، فإحنا نتكلم عن إنجاز ونتمنى نستمر في هذه الإنجازات.